اهلا بيكم في قهوه النجوم. لو دي اول مره تزور القناه ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد من القناه، وما تنساش تقول لنا رايك. انا كويس ومسامح نفسي في كل حاجه، وشلت الشعر ده علشان احنا بقالنا كتير كل واحد خايف الناس بتحكم عليه. انا النهارده مش خايف حد يحكم عليا، انا اللي جوه قلبي كويس. نفسي السيسي يبقى كويس، ونفسي مصر تبقى كويسه، ونفسي الناس اللي في السجن تخرج من السجن، ونفسي ام عبد الله مامت الام اللي جوزها اتحبس وبعدين مات وبعدين ابنها مات، نفسي الست دي تهدى، لان احنا كلنا وصل بينا ان احنا نسينا الست دي بتتعذب قد ايه دلوقتي وحاسه بايه، عشان احنا كلنا ما بقاش عندنا دم. فبدل ما تهتموا بيا وبشكلي، انا كويس على فكره، انا بقيت هادي. بصوا على الست ام اللي جوزها كان رئيس مصر واترمى ومات وبعدين ابنها مات، الست دي مكسوره دلوقتي. لو يا سيسي عندك دم، لو عندك دم روح حب على ايد الست دي وورينا ان انت فعلا عندك دم وان امك ربتك. غير كده انت امك ما ربتكش، لان انت وجعت الست دي وضرتها، وفي الاخر امك ما علمتكش. لو انت امك حيه لازم ترجع تقولك ان انت اللي بتعمله ده غلط. انا مش هشتمك لان انت راجل جواك خير على فكره، انا عارف، بس لو سمحت روح حب على ايد الست دي وقول لها ان انت اسف. وانا في الظروف دي ومسامح نفسي ومسحت، وانتوا كلكم قلقانين وشايفين ان انا مجنون، انا عايز اشكر امي، لان امي هي اللي علمتني احترم الناس واحترم كرامتي. انا ما طلعتش حتى لما سافرت بره مصر، ما طلعتش اهزق نفسي. محمد علي اتلم يا محمد علي، بطل عيب. انت جاي عايز فلوس، عيب تعمل كده، خلاص احنا انا على فكره لما خرجت ما رضيتش اشتم، ما انا كان ممكن اشتم وقاعد في ماونتن فيو، واتصلت بناس. انا اتصلت بعبد الله بن زايد وزير خارجيه الامارات وقلت له، هو سامعني دلوقتي وهيزعل ان انا قلت له كده، بس عادي. لازم يفهم ان خلاص، وعايزين تقتلوني اقتلوني، انا خلاص ماليش اخر. انا تعبت منكم كلكم وشايف ان احنا كلنا لازم نهدى.